السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا من جديد بأروع متتبعات ومتتبعين قناة سحر الطبيعة. كنتمنى يا ربي فيديو اليوم يلقاكم وانتم في أحسن ظروف وفي سعادة يا رب. اليوم إن شاء الله بحول الله غادي نشارك معكم حية المطبخية زوينة بزاف. غادي نسولك، كي تحرق ليك الطاجين كيجيك فيه بنه ديال الحراق، عندك فيه الريحه ما كلتو ما كتعجبكش، كتبغيه يكون بريحه المجمر، واخا انت ما حطاش الطاجين ديالك على المجمر غير على البوطه، خليك معايا كاين الحل هادشي كامل ان شاء الله، وانا متاكده غادي يعجبوك بزاف بزاف. غير ما تنساوش اختكم وبنتكم اللايكاتكم، جزاكم الله كل الخيرات ومن البارتاج، وساكون لكم ممتنه. ما نطولش عليكم حبيبتي اكثر، نمشي نشوفوا هذه الحيه اللي انا متاكده روعه غادي تعجبكم، وكنتمنى لكم بالطبع فرجه ممتعه. ونبداو على بركه الله، نقولوا بسم الله في اول تدبيره في هذا الفيديو ان شاء الله، اللي يا ربي كنتمنى يعجبكم كاع الافكار. هنا هذه الفكره بغيت نتقاسمها مع البنات المبتدئات واللي كيوحلوا في الفينو، كتكون مثلا شي وصفه بغات ديرها، بغات مسمنات ولا بغات بيتزا ولا بغات شي حاجه وما عندهاش الفينو في الدار، اشنو غدير؟ وعندها مثلا كتقول لك انا ما عنديش الفينو، عندي غير السميده الرقيقه. هنا غنشرح بعدا بالخوتي الجزائريات اللي عندهم ما كيعرفوش الفينو، ما عندهمش هما التسميه ديال الفينو. الفينو هو السميد الناعم جدا، ها هو هذا الفينو، وعاد كاينه السميده الرقيقه، هذه هي اللي كنديروا بها الحرشه، بسبوسه، البغرير، يعني هي هذه رقيقه، هذه كتكون غلظ من الفينو شي شويه، يعني الفينو هو اللي كيكون رق من السميده الرقيقه. الفكره اشنا هي؟ هو انه مثلا ما عندهاش الفينو ما تعكزيش، ما تقوليش بالناقص ما تليتش غندير ديك الوصفه ولا شي حاجه، لا انا كنقول هكا باش نشجعك وتنوضي، وكيف ما كنقول لكم دائما ديباني راسك ما توقفيش، كيف ما كنقول لكم دائما ما توقفوش. هو انه شنو غديري؟ غتقبطي مثلا زلافه ولا جوج زلايف على حسب القياس اللي بغيتي ديال هاد السميده الرقيقه، وكاش كديري؟ كتمشي كطحنيها، كطحنيها مزيان، راه كتولي بحال الفينو تماما، كتطحن وكترقاق وما كيوليش كاين شي فرق بحالها بحال الفينو، راه هما نفس السميده غير هادي رقيق وهذا غليظ. وبهكذا ان شاء الله غادي ديباني راسك وتقضي حاجتك وديري الحاجه اللي نتيا شهوتك فيها. كنتمنى يا ربي هاد التدبيره تعجبكم بزاف بزاف، وخصوصا تعتق البنات المبتدئات، ونمشيو ان شاء الله نشوفوا الفكره المواليه. هنا البنات بغيت نشارك معكم هاد التدبيره هذه على السريع، وهي فيما يخص زيت الشيطان اللي كتشيط لينا من القلي، ماشي ديال الحوت، الحوت كتكون فيها الريحه، مثلا على الفريت، على على بنجال، على اي حاجه، مهم الزيت اللي ما توسخش لينا. وكنسبق لي قلت لكم الا بغيتوا الزيت انها ما توسخش بسرعه ويتغير ليها اللون في القلي، ملي تكون بارده ضيفوا لها قطرات ديال الخل عاد قليو بها، الخل ما كيخليش الزيت يعني تكحال. المهم هذه المعلومه الخل حبيت نقولها ما بين قوسين. هنا الفكره وهو ان الزيت ديال القلي كيقول لك البنات ما يداوي الحاجه، ما عرفتش كيفاش نقولها، اللي كتعرف اللي عرفت المثال تكتبوا لي في التعاليق، بحال دابا انا غنقول لكم المعنى وانتم غتفهموا، يعني كيف ما كنقولوا ما تزول الدهون غير الدهون نيت. هو هذا، غادي تشدوا الجيكس، الجيكس اللي كنحكوا به المواعن، وغادي تغطسوه هكا في الزيت اللي الشيطه علينا من القلي، ضروري كنحتفظوا بها في واحد القرعه، وغادي تمشيو للبلاصه اللي كيكون عندنا فيها الدهون، مثلا في المطبخ. انا شاركت معكم عده طرق باش تزولهم، وهذه ايفيكاس البنات، واعره واعره بزاف، غادي تدهنوا بها هاد الدهون اللي كيكونوا نقط صفر في الحيط، خطيرين في ازالته. الدهون كتحيد الدهون، جربوها البنات وغتلقاو كلامي على الصح. وفايت ليا شاركت معكم ايضا زيت شيطه بالنسبه للامهات اللي عندهم لي بيبي صغيورين وكيطيبوا، يعني كدير لهم لي كوش ولا وكيوقع لهم داك التسلخات ديال الجلد، وكذلك الشيوخ، يعني الناس اللي كبار في السن وكيكونوا يعني كبار في السن بزاف وكيوقع ليهم هالطياب، زوينه يا البنات بحال الرحمه ديال صدر ربي، غير دهنوها ليهم الطياب راه كيزول واعر احسن من البومادا، احسن من اي حاجه، جربوها البنات راها زوينه، وردوا عليا الخبار. البنات مباشره غنمشي معكم لهاد التدبيره، وحبيت نقولها هكا البنات الجدادات اللي عاد التحقوا بالقناه، لان هادشي اللي غنقول فايت ليا شاركته، غير هما كان يعني كنديرهم كل مره كندير حاجه في كل فيديو وما كنعقلش، يعني هادشي علاش مثلا البنات ملي كيبغيو شي تدبير على الطاجين كيكون يعني بزاف ديال الحيان وكيكون عليهم صعيب انهم يجبروها، هادشي علاش حبيت انني بما انني غننظفو قلت نشاركها معكم ما فيها باس. هنا كنت قلت لكم عاده ان هاد الطاجين خرج ليا زوين ما كيحرقش، ولكن هذا لافوت مني انا ماشي من الطاجين، لانني انا اللي غفلت عليه بزاف ونسيته، يعني غفلت عليه حتى لصق ليا شويه ديال الخيزو. المهم اللي بغيت نشارك معكم واللي بزاف ديال البنات والسيدات كثر معاهم، هو ضروري ضروري كاين طواجن اللي كيلصقوا بحال هكا
في القعر ديال الطاجين، ما عمركم تشدوا الموس وتكرطوه ولا تشدوا الجيكس ديال السلك وتكرطوه، لا البنات راه غادي تخرجوا عليه وغادي يبقى يتشرط. غادي نقول لكم كذلك الريحه اللي كانت عندكم في الطاجين، غنقول لكم كذلك الا بغيتوا مثلا تاكلوا الطاجين ديالكم بعد ما يطيب بالطعم ديال الشوا ديال عفوا ديال المجمر اللي ضربني ضربني الشوا بالطعم ديال المجمر، يعني بحال طايب على المجمر على الفخر، هو راه ما طايب لا على فخر لا على مجمر غير على البوطه. اول حاجه غتقبطوا واحد القطعه ديال الفخر. الفخر بالنسبه لخوتي الجزائريات كنتسولوني شحال من مره شنو هو الفخر، هو الفحم هذا اللي كنديروه في المجمر باش كنشويو به. غادي تقبطوه هو اللي غادي تكرطوا به الحراق، بحال هكا راه كيخرجوا البنات احسن من الحلفه. ها هو شفتوا، ها انتم ها هو دفعته وزال، هانتوما البنات بسهوله بسهوله كيزول. وحبذا لو انكم ملي تشوفوا الطاجين ديال ليكم هكا كبوا فيه واحد شويه ديال المويه وخليه حتى كيرطاب باش كيساعدنا كيزول بسهوله. صافي غتبقاو تحكوا بحال هكا. وكذلك قلت لكم شحال من مره ما عمر الطاجين ديالكم تغسلوه بالسائل ديال الاواني، راه البنات الطاجين عنده ثقوب وفيه مسام كيشد لينا هذاك البرودوي، وملي كنكونوا نطيبوا فيه واخا تغسليه هذوك الشقوق عامرين داك السائل، واخا تغسليه راه كيطلق هذيك السائل، يعني واخا تقولي غنغسلو لا راه كيطلق هذيك الماده ديال السائل. هنايا تنظيف باش قلت لكم تنظفوه هو بالملحه، بحال هكا نشدو انا غادي نحكو بالملحه مزيان، الملحه مع حرشه كتخرجوا البنات وفي نفس الطعم زوينه، واخا تدخل لينا في الثقوب تجيب لينا الحاجه بنينه هذاك الشيء اللي بغينا. بحال هكا ونحكو مزيان مزيان، هانتوما لاحظوا معايا ما بقاش فيه هذاك الاثار ديال الحروق نهائيا. كذلك واحد الحاجه، واحد السيده كانت قالت لي انا راه الطاجين ديالي كنت خازناه وملي حليته لقيت فيه الغمال، لقيت فيه الطبقات ديال بحال الصوفه بحال الخضوريه، ملي تشوفيه فيه بحال هكاك حكيه كذلك بالملحه، على راي المثل اللي كيقول لك شرح من اللحم يخناز، حكيه بالملحه مزيان مزيان، راه ان شاء الله هو والمدافي حكيه بالملحه والمدافيش اللي بالمدافي راه ما غادي تبقى فيه الريحه. وهنا غادي نشلل دابا هاد الطاجين ونرجع نقول لكم الا كانت عندكم فيه الريحه شنو ديروا ليه. وها هو من بعد ما غسلتوه البنات، هنايا حبيت نقول دابا الريحه الا كانت عندك فيه الريحه غادي ديري فيه الماء اللي يكون سخون ماشي طايب، مهم دافي، وغادي ديري فيه حفينه كذلك ديال الملحه، وديري الزعتر، الزعتر وحطيه فوق البوطه خليه يغلي يغلي هكا يبقى يغلي مزيان، راه كي الزعتر والملحه كيزول لينا هذيك الريحه اللي كتكون في الطاجين. هنا دابا بغيت نعطيكم الطعم ديال الفخر، واخا انه ما تحطوهش على المجمر يجيكم طايب بالطعم ديال الفخر. ها انتم البنات غتقبطوا واحد الطرف ديال الفاخر قطعه وتديروها فوق العافيه وكتخليوها تزند مزيان، وغادي نجيب هنايا واحد قطيره قطيره يعني غير شويه ديال الزيت، ها انتم كيف ما كتشوفوا يعني ماشي بزاف، وغادي نوجد غطايه في يدي لانني انا مباشره ملي غنحط عليها الزيت غادي يطلع الدخان، وهذا خصني نغبق عليه دغيا دغيا باش الدخان يبقى ليا هنا في وسط الطاجين ماشي ضايع. ها انتم شفتوا انا خصني نسد، ولا عندكم هاد الثقبه هادي هي كتخرج الدخان سدوها بشي، شوفوا انا لقيت غير طرف ديال الشيفلورة هي اللي قريبه حدايا وجريتها شدوه بحال هكا بشي غير بكعيط ولا شي سداده سدو هذيك الثقبه. حنا الغرض ديالنا هو هاد الدخان يبقى لينا هنايا، شوفوا شوفوا شو الدخان مازال كيخرج، هو هاد الدخان هو في نفس الوقت كنضربوا عصفورين بحجر، بغينا الريحه ديال الطعم ان الطين ديالنا يولي فيه ريحه الفاخر باش يبقى هكا فين ما نديروا فيه الخضره يجي نشموا فيه الريحه ديال بحال راه طايب على المجمر. وثاني حاجه حتى لو كانت فيه الريحه خايبه غادي تزول، لانه كل ما دوك المسام غادي يتشبعوا بالريحه ديال الفاخر. صافي من نهار اللي تاني مثلا كدوز شي سيمانه ولا هكا وكتبان لكم ان ما بقاتش فيه الريحه، ها انتم شوفوا ملي غادي تزولوا على الدخان غادي يخرج، شفتوا فكره زوينه غير ديروها البنات وجربوها راه غزاله. ها انتم الله عرفتوا غير ديروها البنات وشموها الريحه ديال الشوا بحال اللي كتجلسوا حدا القضبان وحدا الكفته هذيك الريحه تماما غادي تشموها طالعه من الطاجين، غير جربوها البنات انا متاكده غادي تعجبكم. كنتمنى يا ربي هاد التدابير اللي شاركت معكم فيما يخص الطاجين تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. كما سبق لي قلت لكم انا راه شاركت معكم هادشي ولكن كيكون فرق في الفيديوهات وما كيشوفوهش البنات، هادشي علاش اليوم حبيت ندير هالطريقه وبغيت نتقاسمها معكم. واللي عجبتها هاد الفكره ديال خصوصا ديال الفخر انه باش يبقى يجي هالطاجين واعر وفيه الريحه ديال الفخر وخا هي حاطه على البوطه، تنزل دابا دير لختها ولبنتها واحد اللايك جزاكم الله كل الخيرات.
رجعت البنات لاني نسيت ما قلت لكمش واحد الحاجه. هاد الفخره اللي درتوها هنا ما تعريوش عليها حتى كتبرد على خاطرها، حتى كامل كيبقاش انها كتعطي. انتما شوفوا راه تبقى شحال وهي كتعطي هاد الدخان حتى ما كتبقاش تعطي، يعني كما كنقولوا حتى كتبرد على خاطرها. عاد ديك الساعه بغيتو تعريو عليه عريو عليه. وهنا البنات الفيديو ديالنا غادي يكون سهل. اللي كنتمنى يا ربي يعجبكم كاع هاد الافكار اللي تقاسمت معكم وشاركتهم معكم، طرقكم وتنال الرضا ديالكم. الا عجبتكم ما تنساوش خصكم ببنتكم لايكاتكم ولكم كامل الحب والتقدير والاحترام ليكم كاملين. وهنا حبيت نشكركم كاملين لهلي خطيكم عليا، يا اطيب خلق الله. لهنا الفيديو ديالنا غادي سالي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في امان الرحمن، والى اللقاء ان شاء الله مع وصفات اخرى واقتراحات اخرى، ومع الف الف سلامه.